تحياتي للجميع، معكم أبو ميلاد من مدينة نيويورك. بتأمل يعجبكم النيو لوك تبعي مع النظارات الجداد. بحب أسمع طبعا الموضوع هو مش النظارات ولكن الكاميرا الموجودة في داخل النظارة. راح أفرجيكم بعد قليل وين مكان الكاميرا، وأيضا راح أعرض بث مباشر من خلال الكاميرا الموجودة في داخل النظارات. ولكن بشكل سريع معلومات تقنية حول النظارات. فعمليا الكاميرا تحوي على نظارة تصور Full HD، أيضا هناك منفذ لميني USB، وأيضا هناك فقط زر واحد لتشغيل هذه الكاميرا، مكان لوضع كارت ذاكرة ميكرو SD، والبطارية الموجودة في هذه الكاميرا تنطيك أن تصور بين ساعة لساعتين. من خلال تجربتي استطعت أن أصور حتى تقريبا 75 دقيقة بشكل متواصل. سعر النظارات هو 99 من موقع أمازون، راح أضع الرابط في الأسفل. فالآن سوف أنتقل إلى الكاميرا فشاهدوا جودة التصوير بهذه الكاميرا. بالنسبة لجودة الصوت هي مقبولة، جودة تصوير الفيديو دون المستوى دعنا نقول، ولكن إذا تستخدمها لأغراض تجسس هي مقبولة. هون بيجي السؤال المهم وهو سؤال النقاش، بدعو الجميع للاشتراك في هذا النقاش. شو رأيكم بهذا النوع من النظارات تحوي على كاميرا صغيرة وممكن تستخدم لأغراض تجسس أو تصوير بدون إذن؟ هل إذا شخص موجود في نطاق عام، في الشارع، في الساحة، في مول، مراكز تجارية، مسموح أن يرتدي هيك نوع نظارات؟ وين الأمر بتحول من حرية شخصية لتعدي على حريات الآخرين؟ حب أسمع أراكم بالنسبة لهذا الموضوع. أيضا رح نعطيكم فكرة حول القانون في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للتصوير في أماكن عامة. حسب القانون أنت بتقدر تصور أي شخص موجود في نطاق عام، أي منطقة اللي هي تنعد نطاق عام زي ساحة، شارع، لك الحق أنك تصور أي شخص بدون إذنه، ولكن لا تستطيع أن تستخدم هذه الصور لأغراض تجارية. إذا بدك تستخدم هذه الأمور لأغراض تجارية يجب أن تأخذ إذن من الأشخاص الموجودين في الصورة. أما إذا كنت في جلسة خاصة فممنوع تصور بدون إذن الأشخاص الموجودين في الجلسة أو إذن من الشرطة بتسجيل، هذا ضد القانون. يعني إذا استخدمت هاي النظارات في جلسة خاصة وقمت بنشر هاي الفيديوهات بدون إذن الموجودين هذا ضد القانون. فعمليا هذه فكرة عن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. بحب أسمع من الجميع شو رأيكم بهذا الموضوع. طبعا بما أنه رمضان ورمضان كريم بتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع الآخرين وتشجعوا الآخرين على الاشتراك في قناتي. في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد.